نعم، يعني بوسورث سميث، يعني هذا الكاتب يقول: لقد اجتمعت في شخص محمد كونه مؤسس دين وحاكم دولة شخصيتان، شخصية البابا وشخصية قيصر. لقد كان محمد بمنزلة البابا، ولكنه كان أسمى من المظاهر البابوية، وكان قيصرا ولكن بدون الأنبهة القيصرية. لم يكن لديه جيش نظامي ولا شرطة أو حراس، ولم تأته الجبايات والإتاوات بشكل نظامي. فلو حق لشخص أن يعلن أنه قد أرسى دعائم الأمن والسلام في العالم باسم الله فقط، فإنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تمتع بالقوة كلها دون أن يلجأ إلى هذه التدابير والأسباب. هذا ما يقوله هذا العالم بوسورث سميث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الذين أنصفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مثل علماء اليوم الذين يريدون صياغة التاريخ من جديد، تشويه التاريخ وتشويه الحقائق التاريخية كلها فقط من أجل أنهم وضعوا هدفهم هو إبطال الرواية الدينية الإسلامية. عندما يكون الإنسان منصفا ويدرس بحق التاريخ الإسلامي، يعترف بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء العظام الذين اعترفوا. أما اليوم الذين يعني يتآمرون على الإسلام ويريدون أن يشوهوا كل الحقائق الإسلامية مثل القمص وغيره من العلماء الآخرين أيضا، فنحن لا نستغرب عليهم عدم المصداقية وعدم الموضوعية في حكمهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإخوة المسلمون خاصة يجب أن يتنبهوا إلى هذا التيار، يجب أن يتنبهوا إلى هذه المكيدة، إلى هذه المؤامرة التي تحاك ضد الديانة الإسلامية. لماذا؟ لأن كل هؤلاء يعرفون أنه لا يوجد ما يشكل خطرا عليهم وعلى دياناتهم إلا الديانة الإسلامية، لأنها الديانة الحية الوحيدة في هذا العالم. تواصلوا معنا عبر العناوين التالية: